عندي اكزامبل 1 على الفلويد كيناماتكس يعني السريان غير لزج. يكون عندي فلويد في حالة حركة بس الفلويد هذا غير لزج. طبعا اذا كان هو لزج هيكون تعامل معه بصورة اخرى مش نفس ما شرحنا في المحاضرة السابقة. هنتطرق لك الموضوع الشابتر الرابع ان شاء الله. فالاكزامبل 1 على الفلويد كيناماتكس قال اس 3 اوف ووتر diameter d small 0.01 meter flows steady. زي ما قلنا كلمة flow steady يعني مستقر التدفق عندي مع الزمن ما يتغيرش مع الزمن. from tank of diameter معطيك الديامتر بتاع التانك d capital 0.2 meter as shown in figure زي ما موضح عندك في الشكل. determine the flow rate q احسب معدل التدفق يبقى معدل التدفق اللي هو Q needed from the inflow pipe if the water depth remains constant h تساوي 0.2 متر اللي هو ارتفاع المية داخل التانك. فالمطلوب عندي في هذه المسألة زي ما عندك في الشكل تانك منتظر في فلويد اللي هو المية داخل التانك بمعدل كيو. قال احسب كمية الفلو ريت اللي هنضيفها داخل التانك بحيث شنو نيدت نحتاجها من الدفء او الارتفاع بتاع المية داخل التانك يجي ثابت. يعني شنو التحليل بتاعها؟ اني انا نضيف كمية من المية هنا داخل التانك ونفس الوقت في عندي عند النقطة 2 عند الخروج بتاع المية اللي معطيك الديامتر سمول 0.01 متر كمية المية اللي هنضخها هتتصرف في عند النقطة 2 اللي هي عند الخروج بحيث ان احنا نحافظ على كمية ارتفاع المية داخل التانك بهذا الارتفاع اللي هو 0.2 متر. يعني كمية الفلو الداخل تساوي كمية الفلو الخارج. يعني لما نحسب كيو هنا او نحسب كيو الخارج من التانك هذا هيعطيني ان انا نحافظ على الكولم او العمود بتاع المويه داخل التانك يجي ثابت بحيث ان ما يصيرش عندي اوفر فلو. يعني اذا كان معدل التدفق اللي انا نحط فيه داخل التانك بكميه اكبر من الخارج هذا هيصير عندي اوفر فلو. او اذا كان انا كميه الخارج انا اعلى من كميه الداخل انا هيصير انتي التانك او تفريغ التانك او الارتفاع بتاع المويه هينقص داخل التانك. لكن هو يبي كمية المية اللي عم تصفى هي هتساوي كمية المية اللي هتطلع من تتصرف من التانك. معطيك طبعا الديامتر بتاع التانك والديامتر بتاع البالغ لخروج المية من التانك. فكيف تعامل مع المسألة هذه؟ طبعا انصر كيف يكون الحل بتاعي؟ أهم شيء عندي في المسائل من هذا النوع إننا نعرف المعطيات اللي عندي ونعرف إن أنا أتعامل مع الفلويد ما هوش لزج لأن أنا ما ذكرتش فيسكوستي أو معطاني لزوجة وقال لي إن هذا الفلو لزج. لا ما فيش لزوجة يعني ما فيش احتكاك. فهذه كلها مهملات. فعندي زي ما قلنا كيف أتعامل مع المسائل الفلويد يكون في حالة حركة أو هو غير لزج. عندي معادلتين هنا معادلة نوري ومعادلة كونتينسي. يعني تو انا المويه لما انا نزل الحركه بتاعها لما انا نضف كميه من المويه داخل التانك المويه طبعا هذا في المستوى عند المستوى الاعلى عند النقطه 1 يتحرك اي باركت شيء من المويه يتحرك لحد ما يوصل لعند النقطه 2 اللي هي الخروج. يعني المويه اي نقطه بتاعت المويه تتحرك وتخرج للاوت عند النقطه 2. فانا لما انا بطبق معادله برنولي كويشن بين النقطه 1 والنقطه 2 قبل ما نطبق معادله برنولي كويشن هو طبعا غير اي بي الكيو. الكيو احنا عارفين من الكونتينت كويشن معادله الاستمراريه كيو تساوي الاي في البي. فاذا كان احنا جبناها على السطح هنا هتكون اي 1 في 1 هتساوي لانه هو ستيدي فلو هتساوي اي 2 في 2. فاذا انا يا اما نجيبها بدلاله الـ A1 V1 او نجيب الـ Q بدلاله الـ A2 V2. المساحه طبعا عند الـ A1 والـ A2 نقدر نجيبهم لان هو مساله تعتمد معطيك الـ A1 بتاعك وهنا الـ Y معطيك الـ A1
فهنا هنا التانك عباره عن مساحه المنطقه نتاعها دائريه، فهذا لان هنا انت تجيب مثل اي 1 هي باي على 4 دي 1 ترفيع، والمساحه عند النقطه 2 هي باي على 4 دي 2 ترفيع. فاذا انا كان بيجينا مثلا بدايه النقطه 2 الموجود عندي لان السرعه في 2 او في 1، مجرد ان اجيب سرعه عند النقطه 2 او عند النقطه 1 تحصلت على حل المساله. اذا كان انا نقول طبق معالج هرمولي بين النقطه 1 والنقطه 2 زي ما نحن اخذنا في المحاضره السابقه، معالج هرمولي بين نقطتين في 1 على جاما زائد في 1 تربيع على 2 جي زائد زد 1 هذا راح يساوي بي 2 على جاما زائد بي 2 تربيع على 2 جي زائد زد 2. هذه معالج برنولي كويشن بين نقطة 1 ونقطة 2. هذه هي المعادلة بين النقطتين. هنا طبعا المعادلة فيها طبعا قاعد واضح ان هي فيها مجاليه. لازم نحاول نقصر المعادلة بحيث اننا نخليها في مجهول واحد بحيث نقدر نحل المسألة. عندي الضغط عند النقطة 1 هيساوي الضغط عند النقطة 2 هيساوي الزيرو. ليش يساوي الزيرو؟ لأن أنا عندي ضغط معرض للهواء الجوي، نفس الشيء عندي نقطة 2 معرض للضغط الجوي، فأنا جيت بريشر، الضغط أنا حيتلاشى مع الضغط الجوي، والضغط عند نقطة 2 حيتلاشى مع الضغط الجوي، فتجد قيمة البي 1 والبي 2 تساوي الزيرو. بعدين عندي ارتفاع الزد 1. الزد 1 اللي هو الانفيرت ليفل، ارتفاع النقطة هذه على المستوى اللي أنا نقيس منه، على الليفل اللي نقيس منه. إذا كان احنا قلنا الليفل اللي نقيس منه اللي هو هذا المستوى. فارتفاع النقطة زد 1 شو يساوي؟ حيساوي الارتفاع اتش زد 1 حيساوي الارتفاع اتش اللي هو 0.2 متر. الزد 2 ارتفاع النقطة 2 على المستوى اللي قست منه اللي هو الليفل بتاعي. إذا أنا قست من الليفل هذا النقطة موجودة على نفس المستوى فالزد 2 حتساوي الزيرو. فنعوض بالمعطيات اللي عندي هذه اللي حصلت عليها في معادلة برنولي كويشن اللي هي نسميها مثلا معادلة 1. فإذا عندي بي 1 وبي 2 هذا تخلص من برضو عندي زد 2 مدرها زيرو. فترك معادلة برنولي بي 1 تربيع على 2 جي زائد زد 1 هتساوي بي 2 تربيع على 2 جي. هنا انا كلمة خلاص منها وكلمة خلاص منها يبقى عندي 2 تربيع على 2 جي. نحن نقول قيمة السرعة عند النقطة 2 عشان نجيب منها معدل التدفق. إذا كان أنا بجيب السرعة على النقطة 2 فالمعادلة هنتعصب منها الـ V2 لو ضربنا في 2 جي المعادلة هنا الطرف ضربنا في 2 جي هنتعصب قيمة قيمة تجد الـ V2 تربيع تساوي طبعا المضروب في 2 جي هنا هتمشي مع 2 جي هذا وهذه في جي تجيب موضوع في الزد 1 هي مقدار الاتش. طبعا نبدا نعوض قيمة الزد 1 المقدار بتاعها اللي هو رقم هنا زد 1 تساوي اتش تجيب هنا مقدار الاتش. فلو نضرب 2 جي في المعادلة كلها يضرب 2 جي في 2 جي هذا مع بعض و 2 جي في اتش تساوي 2 جي في اتش. فتجد عندي 2 تربيع شو تساوي؟ هتساوي بي 1 تربيع زائد 2 جي في اتش. هذه المعادلة بتاعتي. الجي هي عجلة الجاذبية والاتش مقدارها معلوم اللي هو 0.2 متر. فالمجهول عندي اللي هي السرعة عند النقطة 1. من معادلة الاستمرارية عارفين احنا اللي هي 1 في 1 تساوي A2 V2 هذا يساوي زي ما قلنا Q. فمن المعادلة هذه نجيب السرعة V1 بدلالة
البي 2. عشان نعوض فيها المعادلة ذلك هتصبح كلها معادلة في مجهول واحد اللي هو البي 2. فهنا البي 2 سوري البي 1 هتساوي المعادلة اللي هي A1 B1 A2 B2 هتساوي B1 هتساوي A2 على A1 وضوء في البي 2 مش هتساوي. طبعا اخيرا احنا المساحه عند نقطه 2 والمساحه عند نقطه 1 هو عباره عن باي على 4 دي عند نقطه 2 اللي هي دي سمول اعطيها لي كل باي على 4 دي تربيع 4 اي 1 عباره عن باي على 4 دي كم تربيع باي على 4 يمكن باي على 4 تربيع عندي دي 1 هتساوي دي سمول على دي كم كل تربيع مضروبة في البي 2 هاي نسميه معادلة ثلاثة معادلة. المعادلة الثلاثة هنعوض رمض ويش 2 سوري ويش 3 2 ويش 2 المعادلة الثلاثة هنعوض المعادلة 2 قيمة البي 1 هيبقى عندي ال V 2 تربيع هتساوي V 1 تربيع، V 1 تربيع اللي هو مقدار شيء اللي احنا قلنا V 1 هتساوي D سمول على D كابيتال كل تربيع مضروبة في V 2. فأنا ناخذ المعادلة هذه هنعوض بها المعادلة فتجد في 2 تربيع هتساوي V 1 تربيع اللي هو مقدار مربع المعادلة هذه. فتبقى عندي دي على دي كابتل أس 4 مضروبة في البي 2 تربيع، يعني دي على دي كل تربيع عن 4 هي بس 4 والبي 2 تربيع، يعني عندي المقدار في 1 تربيع، فلازم على 4 المعادلة دي اللي هو التربيع هتساوي دي على دي سمول كل 4 مضروبة في 2 تربيع، هتحصل على المعادلة بتاعتي اللي هي البي 2 تربيع تساوي دي على دي كابيتال في 4 مضروبة في 2 تربيع زائد المقدار الثاني اللي هو 2 جي اتش. فهنا المعادلة تمت في بالدرجة الثانية في مجهول واحد اللي هو البي 2 تربيع. طبعا هنا هنحاول نختصر في المعادلة نجيب الطرف البي 2 والطرف الثاني وتبقى المعادلة في مجهول واحد هو في 2. المعادلة هذه حصلنا عليها اللي هي البي 2 تربيع هتساوي دي على دي صار كل 7 مضروبة في البي 2 تربيع زائد 2 جي اتش. فلما نشيل هذا الطرف الثاني هتجد عندي البي 2 تربيع ماينس دي على دي كابيتال على كل 7 مضروبة في البي 2 تربيع زائد سوري تساوي 2 جي اتش. هناخد عامل مشترك طبعا في عامل مشترك اللي هو البي 2 تربيع فيبقى عندي البي 2 تربيع عامل مشترك 1 ماينس دي على دي كل اس 4 هذه هي المعادلة اللي عندي بناخد منها عامل مشترك البي 2 تربيع برا فانا يجي عندي 1 وهذه اللي بناخد منها عامل مشترك يبقى دي على دي اس كابيتال اس كل اس 4 في 4 هذا كده هيساوي 2 جي اتش. اذا بالمعادله هذه نتحصل على قيمه دي 2 تربيع هتساوي 2 جي اتش مقسوم على 1 ماينس دي على دي كابيتال كل اس 4. فاذا المعادله بتاعي في 2 نقدر نطلعها عباره عن الجذر التربيع 2 جي اتش 1 ماينس دي على دي اس 7 دي كابيتال كل اس 7. هنعوض بالقيم بتاعي المعادله اللي هي عباره عن شنو؟ الجذر التربيع 2 في 9. طبعا العجله الجذريه الوحدات انا عندي بالنظام العالمي
فالنظام العالمي على الجاذبية عبارة عن 9.8 مضروبة في الاتش، ارتفاع الاتش اللي هو البوينت 2 مقسوم على 1 ماينس دي سمول اللي هي عبارة عن بوينت او 1 مقسوم على دي كابيتال اللي هي بوينت 2، هذا كله عبارة عن أس 4. فالقيمة هذه نحسبها المعادلة هتطلع لي هي 1.98. طبعا اليونت هنا السرعه عارفين في النظام العالمي عباره عن متر في ثانيه. حصلت على السرعه عند النقطه 2، اذا انا المساله الحل بتاعها هيكون الكيو اللي هو المطلوب عندي عباره عن الـ A2 الـ V2. الـ A2 هي المساحه عند النقطه 2 عباره عن شنو؟ قلنا باي على 4 دي تربيع. تربيع مضروب في في 2 هتساوي باي على 4 دي تربيع اللي هي عباره عن بوينت 01 كل تربيع مضروب في السرعه عند النقطتين تحصلنا عليها اللي هي الواحد بوينت 98. خاصة منها على كمية معدل التدفق هي هنا تحصلنا على السرعة عند النقطة 2 طلعت عندي 1.98 متر بير سكند، هذه هي السرعة عند النقطة 2. مجرد أن حصلنا على السرعة عند النقطة 2 هنقدر نجيب المطلوب مني اللي هو كيو هتساوي الـ A2 في الـ B2 هتساوي الـ A2 اللي هي المساحة عند النقطة 2 عبارة عن باي على 4 مساحة دال دي تربيع مضروبة في السرعة عند النقطة 2 هتساوي باي على 4 دي تربيع، دي تربيع اللي هي 0.01 تربيع مضروبة السرعة عند النقطة 2 اللي هي 1.98. هنتحصل على قيمة الـ كيو هتساوي الواحد حوالي 1.54 في 10 أس ماينس 4، الوحدة بتاعها طبعا متر مكعب بير سكند، هذه وحدة قياس الفلو ريت هي كيو 1.54 في 10 ثمانية 4 متر بير متر تكعيب بير سكند. مهم جدا الوحدات لما تطلع اي ناتج لازم تكتب الوحده بتاعها عشان تعرف لي على القيمه هذه، ما تجيش مثلا انت تحط قيمه الكيو وتكتب لي متر بير سكند، هذه وحده قياس سرعه. المهم جدا اليونس عندي في النظام الانجليزي او النظام العالمي اللي هو موظف عندك في المساله. عندي المساله الثانية بنفس الكيفية، عندي example 2 نفس ما حلينا example 1 اللي هو على الفلوي لما يكون في حالة حركة لما تفلوي بس يكون ماهوش لزج. فأنا قال لك الووتر فلو فروم ذا بوينت 75 من 100 انش دايمتر اوت اوف الفيجر، يعني باي الضغط بكمية من الووتر المية داخل باي برا، والباي من القطر بتاع 0.75 انش هيرتفع الميه عندي لما تطلع من الباي مسافه مقطعها 2.8 انش رايح 2.8 انش above the other، يعني ترتفع على كميه الميه دي ترتفع مقدار 2.8 انش عند الخروج كميه الفلوري كيو. اعطيني كميه الفلوري اللي انا هنضغطها في الباي عشان ترتفع لي المسافه هذه، كم هي كميه الميه؟ هلا طبعا بالاجابه بتاعي زي ما قلنا الميه معطيك ان هي تتدفق داخل الباي بس ما ذكرناش اللي هو فيه لزوجه او اللي هو فيه فريكشن، اذا احنا نتعامل هنا مع الليكويد اللي عندي ان هو غير لزج وان هو ستدي مستقر مع الزمن وان هو انفلسبل فلويد هو سائل غير انضغاط. فالحل بتاعي هيكون كمية الفلو بكيو شو تساوي؟ تساوي طبعا عارفين معادلة كمية الكويشن هي اي بالفي عبارة عن المساحة في السرعة. فإذا كان احنا عندنا هنا اللي هي نقطة 1 اللي هو عند الدخول وهنا عند آخر شيء المية وين تصل؟ توصل عند النقطة، ما تجيش مثلا تقول توصل هنا، لا هي المية طلعت من الباي وارتفعت المسافة مختارة 2.8 انش وصل عند النقطة هذه نسميها عند النقطة 2، هذه النقطة 1 هنا اللي بتمثل لي الانش والنقطة 2 اللي هي عند
اخر شيء عند الانت هنا كان الستار الستار وهنا الانت نقطة واحد واحد نقطة اثنين. المهم جدا انك انت تحدد المسار بتاع الفلويد اللي عندي عند الدخول او البداية والنهاية. فعندي نقطة واحد اللي هي عند الدخول والنقطة اثنين عند اخر شيء وصلت المية اللي هي عند مسافة مقدارها 2.8 يبدي كمية الفلو اللي هنا عند الخارج كيو هذا كم تساوي. إذا كان الكيو هتساوي A1 B1 عند الدخول هنا أو عند آخر شيء اللي هو A2 B2. فأنا مجرد إني أجيب السرعة عند النقطة واحد هنتحصل على كمية الفلو اللي هنا نبيها في المسألة. فإذا نستعمل معادلة A1 B1 هجيب المعادلة اللي هنا نقدر نجيب منها المطلوب عندي. بالاضافه الى معادله اللي حكيناها في دراسه الفلويد في حاله موشن في حاله حاره وان هو غير نازل معادله سريه ومعادله البرنولي كوشن. فاذا كان طبقنا معادله البرنولي كوشن في النقطه 1 والنقطه 2 اللي هي صوره بي 1 على جاما زائد بي 1 تربيع على 2 جي زائد زد 1 هذا راح يساوي بي 2 على جاما زائد بي 2 تربيع على 2 جي زائد زد. هذه معادله البرنولي كوشن بين النقطه 1 والنقطه 2. نجي لاختصارها عشان المعادله ما تعيش كلها مجاهيل لازم نختصرها. الضغط عند النقطه 1 والضغط عند النقطه 2 هذه الاثنين هيساوي الزيرو. ليش يساوي الزيرو؟ لان انا عندي الضغط ما زال معرض لهواء جو وانا برضه الهواء الضغط عند النقطتين معرض لهواء جو هيجي البشر هيتلاشى مع قيمة الضغط المقاس عند نقطة 2 ونقطة 1 هيتلاشى مع ضغط الجو. فإذا عندي V1 تساوي V2 تساوي الزيرو. بعدين عندي الزد 1 ارتفاع من هنا الرفرف بتاعي يعني نقيس منه الزد 1 هو عبارة عن ارتفاع النقطة عن المستوى اللي نقيس منه. مثلا نقيس هنا من المستوى هذا هذا عندي فنقطة 1 قاعدة هذه قيمة الزد 1 هتكون زيرو. الزد 1 هتساوي زيرو. الزد 2 اللي هو تمثل لي ارتفاع زد 2 هتساوي 2.8 انش هذا هو ارتفاع نقطة 2 على المستوى الجسمي. عندي السرعة عند نقطة 1 هذا هي المطلوب. بعدين عندي السرعة عند نقطة 2 السرعة عند نقطة 2 هتكون برضه زيرو. 2 هتساوي الزيرو. ليش السرعه عند النقطه 2 تساوي زيرو؟ لان الميه هترتفع عن مقدار معين بعدها سلسله هتوقف هتنزل بالاسفل. فهنا ما عادش في سرعه للميه عند النقطه 2. هنعوض بالمعطيات اللي حصلت عليها في المعادله البرنولي كويشن فتبقى عندي البي 1 تربيع على 2 جي هتساوي الزد 2. من المعادله دي هنتحصل على البي 1 تربيع تساوي طرفين في وسطين تبدا 2 جي زد 2. اذا عندي البي 1 تساوي جذر تربيع 2 جي زد 1 تساوي جذر تربيع 2 جي اللي هي جي طبعا هنا بعجله جذريه بالنظام الانجليزي تساوي 32.2. موضوع واضح. الزد 1 قيمة الزد 1 هي 2.8. طبعا لازم الواحد اليونتس لازم تخطر اليونتس عندي هنا في الانش وطبعا انا عوضت هنا في العدد الجذري 32.2 فيت بير سكند في التربيع بير سكند. فانا لازم احول الانش للفيت في 2.8 مقسومة على 12. طبعا تحول الانش للفيت تقسم على 12 فتحصل منها على مقدار قيمة السرعة عند النقطة 1 اللي هي عبارة عن 3.88 فيت بير سكند. هذه اليونت بتاع السرعة النظام الإنجليزي. مهم جدا انك انت تتعاون بنيوس صح وحدات مهمة جدا. إذا حصلنا على السرعة عند النقطة 1 تبقى الكيو هتساوي الـ A1 في الـ B1. الـ A1 عبارة عن مساحة المقطع الواي مع أي دايرة بتاعها 0.75 هتبقى مساحة المقطع الواي طبعا عارفين ان هي مساحة الداية باي على 4 دي تربيع اللي هي 0.75 حولها من انش طبعا هنا من انش حولها من فيت تبقى 0.75 على 12
كل تربيع مضروبة بالسرعة اللي اتحصلنا عليها هي 3.88 في. هتحصل على قيمة الكيو معدل التدفق عندي طلع مقدار 0.0119. طبعا الوقت بتاع في النظام الانجليزي فلوريت في تكعيب بير سكند. هذه قيمة كمية نقل الفلو هنلتصقها داخل الباي عبارة عن 0.0119 الباي عشان تطلع مسافة مقدارها 2.8 انش.